ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت فرنسا بشكل صريح وواضح عن وقوفها إلى جانب المغرب في ظل الأزمة المفتعلة بمعبر القرقارات والتي بادت تهدد أمن واستقرار المنطقة ككل. الدعم الفرنسي جاء على لسان وزير خارجيتها المتواجد حاليا بالرباط، حيث عبر خلال ندوة صحفية جمعته بنظيره المغربي عن رفض بلاده لقيام مرتزقة البوليساريو بإغلاق المعبر وشل حركة المرور، ومنوها في ذات الوقت بحس المسؤولية الذي أبداه المغرب. الموقف الرسمي الفرنسي أثار مخاوف البوليساريو من إقدام المغرب على تنفيذ عملية عسكرية بالمنطقة العازلة بعد تلقيه الضوء الأخضر من باريس العضو الهام بمجلس الأمن، حيث بدأ قادتها يضعون هذا الاحتمال في الحسبان بعدما كان غائبا عن تخطيطاتهم، خاصة وأن تعزيزات عسكرية مغربية توجهت نحو معبر القرقارات. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.